خلينا نروح بقى نشوف مع حضراتكم الجمهور اللي حضر حفلات مهرجان العالمين ازاي تفاعل مع الحفلات ونجوم المهرجان، رأيهم ايه؟ خلينا نتابع ده في التقرير اللي جاي. العالمين الجديدة طبعا لقيت كتير البيتش، طبعا احنا دايما هنا حلو قوي، الفايبس فيه روعة، كل الفاسيلتي تقريبا موجودة، الستاف جميل قوي، يعني مبسوطين دايما وبنيجي هنا على طول. بالنسبة لي it's extremely different، يعني حاسة حاجة تانية خالص. لا بجد نورت، نقدر نقول كده يعني. بالنسبه لحد بيجي هنا دايما، لا هي نورت جد. لا حلوه قوي، مبسوطه جدا بصراحه في البيتش والاكتيفيتيز كلها والمكان وكل الفاسيلتيز، يعني كل حاجه حلوه حلوه قوي. اكتر حاجه النظام والفاسيلتيز، يعني حاسه الموضوع لا متوضب فعلا بشكل كويس. النهارده اول مره اجي العالمين الجديده، المكان ممتاز جدا صراحه، الفاسيلتي اللي موجوده كلها حلوه، يعني زي الحاجات اللي موجودة في برا، ف I like the place. مكان ظريف، الخدمة حلوة، attractive يعني. الأبراج طبعا ده جديدة في مصر إن احنا نشوف أبراج بالعلو ده، والشاطئ جميل، السيرفيس حلوة جدا، زي ما قلت لك هي حاجة جديدة لمصر، أنا أول مرة أشوف المكان زي ده في مصر يعني. لا العالمين يعني احنا متابعينها من ساعة ما يعني مصر ابتدت تكبر فيها البيتش وتكبر فيها الأكتيفيتيز، بس السنه دي انا شايف الموضوع بقى احسن بكتير يعني من السنين اللي فاتت. شايف البيتش فاميليز شباب، يعني الموضوع اعتقد مناسب لكل الكاتيجوريز بتاعه الفاميلي، فلا يعني الموضوع انا شايفه في اكتيفيتيز لكل الناس اللي محتاجه تيجي العالمين، لا هتتبسط جدا يعني. تطور كبير في مصر يعني، المنظر العام في كل حاجة، لا الموضوع مختلف تماما، حتى البيتش والرملة والمية، الموضوع حتى يعني كساحل لا تحس ان بحر العالمين مختلف، ما اعرفش ليه. احنا هنا المنطقة كعالمين، البحر هنا عامة لسه كريستال كلير فيرجن اريا، احنا بنقدم كيدز بول، ادلتس بول، عندي الريستورنت، عندي الكيدز اريا، عندي دوج اريا، فاحنا مينلي بنتارجت الفاميليز، الاسر اللي موجودة في العالمين. بعدين انا شايف يعني الاتجاه عامة ان احنا المدينة فعلا بمقاييس عالمية، فاحنا بنحاول نبوش ان المكان ده يبقى انضف واحسن. بتعمل طبعا حركة لان المكان بقى خلاص معروف، بقى مين لي ده هب للساحل الشمالي، وهو في السنتر في النص، فالناس كلها منجذبة ليه.